أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة بنستضيف أسرة مصرية، بنقترب من أفرادها، بنتعرف عليهم، بنشاركهم أفكارهم، بنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أسرة من الأسر المصرية التقليدية والمتوسطة هم ضيوفنا لهذه الحلقة، أسرة تبدو تقليدية للوهلة الأولى، غير أن النظرة المتفحصة لها تكشف الكثير. أسرة من محافظة كفر الشيخ، البساطة والتلقائية هم عنوان مظهر أفرادها، لكن خلف هذا المظهر تكمن الكثير من الأسرار التي تشرح سبب نجاحها وربما سبب خلود هذا الوطن. الأب صيدلي يعيش لراحة مرضاه وتعليم بناته ليهدي مجتمعه المتحفظ زهرتان تشعان نورا وبهاء وسعادة في كل مكان. الزهرة الأولى تتفوق بشدة لتصبح طبيبة تكمل رسالة والدها وترفع رأسه، أما الثانية فتأبى ألا تكرر بل وزيادة إنجاز أختها الكبرى لتتفوق في دراستها حتى تصبح الأولى على الثانوية العامة المصرية لترفع رأس محافظتها بأكملها. أسرة تحمل عبق الوطن وأسرار عظمته. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى. بيسعدنا النهارده ان يكون في استضافتنا في برنامج بيت العيله اسره من الاسر اللي بيشهد ليها الجميع بالنجاح، نجاح جميع افراد الاسره. اسره اختارت مجال الصيدله والطب. معانا اسره الدكتور علي عبد السلام الجمال، اسمحوا لي اقدمه لكم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. ومعانا البنات، ومش كل البنات، معانا اتنين من البنات. ندى علي عبد السلام، اهلا بيك يا ندى. يمنى جمال عبد السلام جمال. ويمنى، اهلا بيكم. هي يمنى بنت اخو حضرتك. يعني والمفروض حضرتك عندك بنتين. اختاروا مجال الطب، حتى بنت اخوك اختارت مجال الصيدله. واسمحوا لي اقدم لكم ندى. لازم اقول معلومه مهمه جدا عنها، ان ندى حاصله على الاول مقرر على مستوى الجمهوريه في الثانويه العامه. مبروك. الله يبارك في حضرتك. قبل ما نتكلم بقى عن البنات، انا عندي سؤال تقليدي ببدا بيه كل حلقه، بس هي زوجة حضرتك مش موجوده، بس ممكن احنا نذكرها بقى بالكلام كانها موجوده. ان شاء الله. وبسال دايما عن بدايه التعارف، بدايه الارتباط كان ازاي؟ والله يعني تعرفنا سنه 93 في كانت هي طالبه في كليه الطب المنصوره. ده كله طب، انا شايفه ان الطب ده العمل المشترك في كل حاجه في حياتكم. يعني كانت هي طالبه في كليه الطب المنصوره في الفرقه الرابعه ساعتها، وكان ليا انا اخي الاكبر مني برضه طبيب في نفس القريه اللي هي منها. القريه في كفر الشيخ. في كفر الشيخ. تمام. فكنت يعني في الفتره دي يعني اخطب او اتزوج وكده، فهو رشحها لي. يعني الزواج عقلاني. انت كان عندك النيه. واخوها تعرفه حضرتك. لا شقيق يعني الاكبر كان بيعمل طبيب في نفس القريه. ما احنا مش من نفس القريه. تمام. عرفكم يعني. عرفنا على بعض. او هو اللي رشحها. ايوه رشحها. انت خدت الترشيح عشان انت واثق في رايه، ولا كان في اعجاب؟ ومش عيب على فكره يعني نقول ان مش عيب. هو رشحها في الاول، بعد كده انا عجبت بيها جدا. ايوه كده. ما كنتش شفتها قبل كده. ايوه. ما كنتش اعرفها يعني. فلما شفتها وجبت بيها فتمنيت ان تكون هي دي يعني اللي كده. هنا بدات العمليه. أيوة بالعقل. لكن أيوة انت لقيت ان انت معجب طبعا بيها جدا. ايه اللي ميزها؟ ان هي يعني زيك بتفكر في مستقبل ونجاح متفوقه؟ ايه اللي هو ده بالظبط؟ يعني حاسس ان هي يعني شخصيتها قويه وجميلة. مع ان عادة الرجل الشرقي
الرجل الشرقي، انا ما اعرفش صفاتك ايه طبعا يعني، لكن عاده بيخاف من المراه اللي شخصيتها قويه او متفوقه واللي واخده العلم لكن يعني نفسي والكارير يكون معايا، بتاعها. كان نفسي معايا يكون زوجه يعني تتمتع بشخصيه قويه وتكون متعلمه كويس. شايف ان ده بيضيف؟ طبعا طبعا بيضيف. ايوه يعني بتقدر اكيد تربي هينعكس احسن. على التربيه بعد كده. يعني هيكون عندها افق اكتر يعني في تربيه اولادها، في التعامل مع المجتمع وكده. هي لو كانت المدام موجوده كنت هسالها اقول لها طيب دي البدايه ان هي كان عندها حلم ومستقبل وطموح، قدرت بقى تحققه مع وجود البنات والجواز، الحمد خليتها لله. تستمر يعني اي الحمد شجعتها؟ لله الحمد لله. هو فعلا هنقول لحضرتك حاجه، هو التوفيق والنجاح بياتي بحلم الاول، انك تحلم انك تعمل الحاجه الفلانيه، تحلم انك تعمل اي شيء كويس ان شاء الله بيتحقق. اهم حاجه تبدا تاخد الخطوات في تحقيقه. ايوه. ربنا بقى بيسهل الامور، بتمشي الامور خطوات تباعا يعني. لكن انت ما كانش عندك مانع انك تكمل حلمها؟ لا ما كانش عندي مانع، ده انا كنت عايز اتكمل. ايوه. يعني ما ينفعش بعد دراسه 7 سنوات ومجهود شاق تيجي برضو تبقى مجرد ست بيت يعني. تمام والله. انا يعني دي وجهه نظر وراي وشخصيه تستحق كل الاحترام بجد، لان مش كتيره يعني اللي عايز العقليه دي بص والثقه بالنفس كمان، اللي دي عايز مش يعني كتير. يقعد في البيت كان ممكن يكتفي بقدر اقل من كده في التعليم. أي او ياخد تعليم اخف. أي تعليم الطب مش تعليم سهل يعني، ده تعليم شاق. يعني ما يعتبرش عمل سهل. أي هو عمل شاق في مجهود وفي تعب وفي سهر وفي مسؤوليه وفي ارواح ناس وكده، فما ينفعش اللي ياخده هوايه. هو مش هوايه، هو من اشق الاعمال على فكره. ومن اشق الدراسات، اي هي بيقعدوا كل حياتهم بيذاكروا تقريبا. يعني عمل شاق ودراسه شاق. أي هو مش فسحه يعني. أي فاللي بياخده لازم يكون شخصيته جاده ويكون قد المسؤوليه دي يعني. طيب انت بناتك الاثنين يعني، ندى الاولى على ثانويه عامه مقرر على مستوى الجمهوريه ناويه تدخل طب، وعندك بنتك ساره اللي هي المفروض ان شاء الله يعني المرور تلحق. بس والزحام منعها انها توصل، بس ان شاء الله توصل يعني. ساره برضو في ثانيه طب. لا في ثانيه طب. ايوه. انت هنا ازاي وصلت لهم حب دراسه الطب ودي حاجه صعبه يعني؟ انا شايفه وانا بتكلم مع ندى، ندى انت بابا ضغط عليكي؟ لا اسمع رايك انت الاول بعدين ارجع لبابا. لا بابا اصلا طول السنه بيقول يعني لو حابه اي مجال تاني او حتى صيدله يعني، لو ما كنتش انا جبت مجموعه طب مفيش مشاكل، بس هو انا اصلا كان نفسي اول ما ادخل ثانويه عامه اللي هو طب يعني، حتى لو ما كانتش جت كانت هتبقى بالنسبه لي صدمه يعني. ده حلمك يعني. اه. طب انت ازاي وصلت حلمك انه يبقى حلمهم؟ وما تقوليش صدفه لان البنتين كده. لا مش صدفه، هقول لحضرتك بقى الحقيقه يعني. هو انا بفكر يعني طبعا لازم الانسان يكون عنده يعني يفكر في امور الحياه كويس. المرأة عشان يبقى لها دور لازم تختار دور مناسب لها، فأنا بشوف إن الطب من أنسب الأدوار للمرأة تقدر تؤدي فيه يعني دور مهم زي التعليم أو التدريس يعني. في مهن كده المرأة ممكن تشتغل فيها وتبقى لها دور محترم يعني. أيوه. من ضمنها الطب والتدريس الاثنين يعني. أي. ده عمل تقدر تخدم فيها المجتمع كويس يعني. في مجالات في الطب كتير تحتاج فيها طبيبات وتحتاج فيها كده يعني. أي. فانا شايفه من هذا المنطلق يعني ان هو ممكن يبقى لهم دور مهم. وغرستوا فيهم بقى واضح بس. من صغرهم. آه. يعني لان هم تبنوا الفكر. أيوة. بقت فكرتهم. نعم. او حلمهم يعني. نعم. هنا بقى كمان خلوني اقول ان يمنى انا كنت متخيله بنت حضرتك، فانا لو هتكلم على اسره انها ناجحه زي ما ذكرت في المقدمه، انا كمان بشهد لكم مش بس بالنجاح، بشهد لكم بالترابط، ومش على مستوى حضرتك وبناتك. لا بنت اخوك كمان. او اولاد اخوك. انا ما حسيتش، انا حسيت انها بنتك. انا فوجئت بنت فعلا لان هو ما فيش فرق بينهم. هم كانوا هنا مع بعض يعني، احنا مش جايين مع بعض، انا جاي من كفر الشيخ لوحدي، قابلتهم على هنا. هم كانوا هنا، كان مكتوب. عندهم تكريم بالامس مع وزير التربيه والتعليم. بتكرموا كانوا خليهم بقى هم يحكوا لي. يمنى تحكي لي بقى الاول، انت في صيدله مش كده؟ انت اخترتي بقى الصيدله يمكن اسهل، ولا انا فاهمه غلط؟ لا بالعكس، لا الصيدلة صعبة جدا يعني عشان الكيمياء وكده. أيوة. كيمياء، دراسة الكيمياء أصعب، وبالنسبة للناس مثلا اللي هي مش بتحب الكيمياء بيكون موضوع رخم بالنسبة لهم وتقيل يعني. والطب برضو صعب يعني. هو ما فيش دراسة في المجال الطبي سهلة عموما يعني. أيوة. كان طب أو أسنان أو صيدلة. طب كلموني عن التكريم بقى، انت او ندى، لان انا عايزه اقف معاكي على يعني فكره الاولى دي مش سهله على مستوى الجمهوريه. احنا مش بنتكلم على حاجه بسيطه. عايزه اتكلم بقى عن التكريم الاول، وبعدين اتكلم على ازاي وصلتي انك تاخدي مركز متقدم. هو كان في تكريم من سياده الوزير،
دكتور هلال الشربيني كان عامل حفلة كبيرة، كنا احنا 93 طالب موجودين بأهالينا يعني المفروض، فكانت حفلة كبيرة حتى كان حضرها رئيس الوزراء شوية وبعد كده مشى، وكان حضرها أعضاء كتير من مجلس النواب، اتكرمنا كلنا وأخدنا هدايا يعني رمزية كل واحد. بيفرق التكريم، اه طبعا كفاية حسيتيه احساس بإيه؟ اللي هو ينادي اسمي وكنت تطلعي وتتصوري، ده الواحد احساس كده تحس انك بتتهزي كده لحظة حلوة يعني تفضل فاكرها على طول. ايوه يعني فعلا بيفرق، يعني انت اه لما تحس يعني الدولة انت النجاح بتاعها لو ما حسيتش ان الدولة بتكرمك هتحس اللي هو انا عملت ده على الفاضي او مش اي هتبقى مبسوط، انما انا تحس ان كل مهتمة اكيد بتفرق معاك. فعلا عملية تشجيعية يعني، ايوه وبترفع الروح تحس ان المعنوية هو انا مهمة. عايزة اذاكر تاني يعني عايزة ارجع انجح تاني من اول وجديد. واذاكر بقى وما بقاش اه اولى مقرر بقى، ده اه لا هبقى والله اولى. العظيم. طيب قولي لي ازاي، يعني ازاي واحده تطلع الاولى؟ هل بتلغي حياتها لا تماما لا بالعكس يعني انا وهواياتها وكل حاجه؟ لا لا يعني انا مثلا كنت مفكره ان انا اول ما ادخل ثانويه خلاص بقى اللي هو الحياه تنعزل، لقيت نفسي عادي ممكن اخرج وممكن اتفرج على التلفزيون ممكن اشوف اصحابي عادي، اللي هو الموضوع مش ضغط نفسي على طول، اللي بياخدوا ضغط نفسي على طول هيجي اخر شويه ويقع لانه خلاص تعب. نعم يعني لازم اي فرصه تجيلك انك ترفع عن نفسك رفع عن نفسك، بس برضه لازم تاخد بالك من مذاكرتك ايوه يعني يعني كنت شايفه حياتك، بس هو كل العمليه تنظيم وقت. تنظيم وقت. اه مين اكتر حد كان بيساعدك بصراحه كده؟ يعني مش شرط تقولي بابا عشان بابا اللي موجود، لا لا اكتر لكن حد كان ساره اختي اللي هي اكبر مني بسنه، عشان هي قبلي على طول واحنا كمان كان نفسنا اصلا نبقى توأم، بس هي اللي هو الموضوع يعني اللي هو اصلا احنا نفسنا نبقى مع بعض، فهي بتساعدني عشان ابقى معاها في الكليه اللي هو ايوه، مستنيين السنه دي عشان نبقى مع بعض خلاص، فهي فهي اكتر واحده اكتر بتساعدني. واحده كانت بتساعدك اه ساره، ايوه ودي حاجه برضو تحسب لك في التربيه، ان عشان يبقوا اشقاء بمعنى الكلمه او شقيقات بمعنى الكلمه في العلاقه، وفي ان العلاقه تبقى قويه فعلا ومتقاربين، دي برضو حاجه ترجع ليك في التربيه، الله ودي يخليك. مهمه جدا ومش بنلاقيها في كل الاسر. ودي برضو يرجع لمامتهم، ايوه لانهم مامتهم برضو مترابطه مع اشقائها بنفس الطريقه، ايوه فهم وانا مترابط مع اشقائي فعلا، يعني هم بنزورهم على طول بانتظام وهم بيزورونا بانتظام، ايوه فهم يعني الالفه موجوده. عادة عادة يا ندى بنلاقي فيه منافسة، غيرة، لا انا ساره اختي يعني كانت دايما تقول لي، هي كانت جايبه 99 و1 من 10، تقول لي لا انت خلاص عدي بقى الحاجز ده اللي هو ما ينفعش ابقى انا قبلك وبرضه تجيبي زيي، يبقى انا ما عملتلكيش حاجه، انا لا ايوه لازم تجيبي اعلى عشان احس ان انا فرقت معاكي ايوه يعني انا قبلك وساعدتك ففرقت معاكي شويه، فعلا فرقت معايا كتير. طب خلوني اتكلم معاكم، ما دام بنتكلم على ثانويه عامه، المشاكل اللي قابلتك، اكتر مشكله قابلتك في نظام الثانويه عامه نفسه، العقبات لو واجهتك عقبات هو العقبة طريقه الوحيدة اللي المذاكره. هو الضغط النفسي اللي هو دي سنة انت عارفة ان انت لازم هتجيبي فيها حاجة عشان دي حياتك كلها بعد كده، هي اه مش النجاح الاخير بس هي هتحدد لك اول الطريق، فهي انت طول ما انت قاعدة لو مثلا لعبتي شوية تحسي بتأنيب ضمير اللي هو انا ازاي لعبت اللي هو انا ازاي اضيع وقت، انا عايزة مستقبلي يبقى كويس ما ينفعش اضيع وقت، هو دي بس المشكلة. انما في جانب بقى الدراسة يعني هو عشان الدروس فهي الدروس مش متعبة، انت ممكن تعيشي فيها احسن لحظات حياتك مع اصحابك، بتبقى متعة شوية كمان عن المدرسة اللي هو براحتك ممكن تروحي درس بالليل درس الصبح بمزاجك، ايوه فده بيبقى حلو مش متعبة بقدر ما الضغط النفسي مرهق اكتر، يعني الدروس مش متعبة بالنسبة للضغط النفسي، هو اللي بيبقى مخليها متعبة انك دايما مضغوطة ايوه انك شايفة ان انت حياتك كلها المفروض تبقى هنا بس، فده ايوه بس اللي متعب فيها. يمنى شايفة ان اللي بتذاكر كويس وتدخل صيدلة وكده تضمن مستقبلها، ولا النجاح في الحياة العملية ليه شروط تانية وليه، يعني مدركة الفرق، ولا انت شايفة ايوه لا طبعا اللي يجتهد في دراسته ويطلع متفوق ويدخل كلية قمة لا لازم بالتالي هيلاقي حياة عملية ناجحة؟ ايوه لازم طبعا يكون قدامه خريطه لمستقبله يمشي عليها بعد كده، مش مجرد ان انا ادخل مثلا صيدله 5 سنين او 6 سنين ادرسهم واطلع مع لان يعني بتتخرج منها اعداد مهوله، اعداد مهوله فانت ازاي طبعا كل طيب سنه. ضامنه تميزك، ضامنه انك هتلاقي سوق العمل المناسب ليكي ولطموحك؟ يعني ايه الخريطه اللي انت رسماها اللي بتقولي عليها؟ يعني انا مثلا بذاكر في الكليه بحيث ان انا اكون فاهمه اللي انا بدرسه كاساسيات بالنسبه لي، اهم حاجه دلوقتي في فتره الدراسه تقديري في الكليه اللي انا فيها اللي انا اكون جايبه تقدير كويس، بحيث ان انا مثلا لما اجي اتخرج اقدم في مصنع في شركه اكون يعني اعرف اشتغل كويس يعني في المجال ده. مثلا في صيدله مش شغلها مثلا مقتصره بس على الصيدليات وكده بس، في حاجات كتير احنا ممكن نشتغل فيها يعني، وفي ممكن نسافر في سفر وتبع الجامعه وكده.
ايوه، فانتي انتي مش قلقانه، انتي عارفه انتي وان في فرص، لما انا واخده بجد الامور يبقى في فرص. وبعدين كمان نفسنا نحسن يعني سمعه الصيدلي بقى في مصر شويه. مين اللي سوى سمعه الصيدلي؟ وده هسال برضو بابا عليه. الدراما ودور الصيدلي اللي بيطلع الشخصيه اللي بنشوفها دايما، ولا ايه اللي سوى في رايك؟ اللي سوى يعني هو اولا المسؤوليه كلها يعني ترجع للصيدلي نفسه، يعني هو اللي بيدي فرصه يعني للاعلام والناس دي كلها اللي هي تتكلم تقول مثلا الصيدلي ده مش قايم بدوره، لان معظم الصيادله مش موجودين في الصيدليات مثلا بتاعتهم، يعني مش بيقوموا بدورهم اللي هو المفروض يقوموا بيه. بيفتحوا الصيدليه ومعظم ويقعدوا فيها اسيستنت مثلا او كده وخلاص، مش بيبقوش موجودين طول وده الوقت. ده حقيقه موجود، ده حقيقه، وده بيعمل اخطاء كثيره جدا. يعني مصر من اكتر يعني من اكتر الدول اللي هي انتشار فيها الامراض بسبب مثلا اللي احنا مثلا بنصرف روشتات غلط، بنطلع ادويه المفروض ما تطلعش كده يعني. ايوه، او بنصرف ادويه احيانا من غير روشتات اصلا. من غير روشتات اصلا، ده حاجه مشكله جدا. حضرتك بقى يعني. حضرتك بقى هنا اللي عندك الخبره العمليه، تتكلم الاول على سمعه الصيدلي. انت شايفها برضو والله الصيدلي مظلوم طبعا. لازم اقول ليه بقى مظلوم. ليه بقى؟ هو دلوقتي في عشوائيه في فتح عدد كليات الصيدله، فاصبح الخريجين اكتر من سوق العمل بكتير. فما بيجي صيدلي صغير بادئ يفتح صيدليه صغيره بيصطدم بالسوق، ان هو عنده مصروفات كتيره جدا من ايجار لكهرباء الميه كل الحاجات دي يعني، فبيكتشف ان الصيدليه بتخسر. يعني ما هو ما عندوش فكره اداره اعمال، هو مفكر ان اي رقم بيع يحقق ربح. لا، مش اي رقم بيع بيحقق ربح. ايوه، لانه عنده مصروفات في النهايه، هو عنده مصروفات في على الصيدليه من ضرائب لكهرباء الميه كل الحاجات دي. ما هو معروف ان يعني الارباح بتخصم منها. نعم، المصروفات في النهايه بيجي بيصطدم انه ممكن الصيدليه تخسر. لانه لو ما حققش بيع بمستوى جيد بيكون نتيجه ان الدواء بيحصل له ان اكسبير ديت، يعني معظمه يبقى تاريخ الصلاحيه بتاعه بينتهي، فبالتالي بيخسر فلوسه نفسها. يعني دي اكتر عقبه بتواجه الصيدليه او الصيدلي، ان الدواء ممكن يكون عنده اكسبايرد فيخسر في المقابل. نعم، مقابله مبلغ كبير. لابد من ان الصيدليه تحقق رقم بيع مناسب. يعني مش اي رقم بيع يعني، فاهم حضرتك؟ ايوه، يعني لو انت عايزين نقول ارقام ممكن نقول. انا عايز اعرف عشان نبدا نقول صيدليه بتحقق ربح، ايه رقم البيع اللي مش اقل من 2000 جنيه في اليوم؟ لازم تبيع في حدود ال 2000 جنيه في اليوم عشان يقدر يسدد لو عنده ايجار في حدود 1000 جنيه. لو عنده مثلا لابد يكون ليه مساعدين، ما فيش صيدلي هيقف في الصيدليه طول اليوم لوحده، فبيبقى معاه مساعد او اتنين، فبيعوز كمان 2000 جنيه مرتبات غير الكهرباء وكهرباء وميه وكده، فيعوز 4000 جنيه مصروفات. ايوه، الرقم ده يعني لازم 2000 جنيه في اليوم عشان ويشتغل 30 يوم، لانه لو اشتغل 25 يوم هيعمل 50000 كده، نص الارباح تقريبا. عشان يتبقى ليه هو ايه راتب وده حضرتك بتحققه وما بتاخدش اجازات انت شغال؟ لا، انا بتكلم لو هو هيشتغل ب 2000 جنيه في اليوم، ده محتاج يشتغل ب 2500 لو هيشتغل 25 يوم، لو هو هيبقى عنده اجازات الجمعه. ايوه، لكن لو هو هيشتغل 30 يوم حتى الجمعه هيشتغلها. ايه اللي بايدين الصيدلي؟ يعني انا اي وظيفه معروف ان انت بتلمع نفسك، بتلمع وظيفتك، بتجتهد فيها، بتعمل نفسك دعايه. الصيدلي بايده ايه غير ان هو يعمل؟ لا، هي السياسه هنا الخطا من الدوله ومن النقابه. ان هم لم يتصدوا للعادات. كل الكليات الجامعات الخاصه فتحت صيدله بالذات. كليه الصيدله بالذات هي الكليه الاولى في كل الجامعات الخاصه. كل الجامعات. لكن ما فيش طب. المفروض ان كل صيدلي يقابله 4 اطباء على الاقل. لان هو المفروض في النهايه هو بيأدي خدمات للمرضى اللي بيجوا من عند الاطباء، فهو مش هيخدم طبيب واحد، هو مش المطلوب يبقى عدد الصيدله اكتر من عدد الاطباء، لازم في تناسب يعني. ايوه، يعني هي دي المشكله هي دي الحقيقه، ان انت هتخرج عدد ضخم من الصيدله فما لهمش سوق خلاص، هو ما فيش اماكن لفتح صيدليات جديده، او لو فتح صيدليه بيخسر فلوسه لانها هتبقى اماكن ضعيفه مش هتحقق. واللي هيقدر يفتح صيدليه قويه لازم من فوق 5 مليون على الاقل عشان يقدر يعمل صيدليه كويسه. ايوه، فبكده يبقى المهنه داخله في نفق ان الخريجين الجداد ما لهمش مكان. او لهم نسبه نجاح ضعيفه جدا. او لازم بقى يكون ظروفهم ان عندهم الظهر والسند. او يكون عندهم صيدليات سابقه، يعني قبل صيدلي قديم مثلا عنده صيدليه بالظبط، عارف ان هيتخرج يقعد في هذه الصيدليه.
حتى الدولة كنا زمان بنتخرج عشان نستقيل من الدولة من العمل في الحكومة، كنا صاريين من المهن اللي بتكلف، فكانت الدولة بتكلفنا بنتكلف فنستقيل بعد سنة عشان نستطيع ان احنا نفتح صيدلية. دلوقتي هما فتحوا الباب، اصبح الصيدلي الذي يعمل في الحكومة بيستطيع انه يفتح صيدلية برضه، فما عادش بيستقيل. طب حضرتك شايف هنا العيب في ايه؟ يعني الدولة يعني ممكن يبقى عندها خطأ ولا تتدركه. يعني دلوقتي الدولة بتعين الصيادلة اوتوماتيك، فأصبح عندها تكدس حتى في القطاع الحكومي. يعني حتى الخريجين الجداد مش هيلاقوا حتى وظيفة حكومية. لا عندهم يعني مازالت موجودة، مازالوا بيتكلفوا، الحكومة بتكلف الصيادلة. أيوه. بس أصبح مع عدد الصيادلة يعني ممكن تلاقي صيدلية في مستشفى عام وفيها 50 صيدلي. بالاسم. لكن هم غير متواجدين فعليا او مش لاقيين شغل، سواء موجودين او غير موجودين، هذا مسؤوليه الدوله. لكن يعني ما صيدليه واحده متكلف عليها 50، ممكن يكون مرتبات الصيادله جوه الصيدليه اكبر من كميه الدوله اللي موجوده جوه الصيدليه. يعني فاهم الفكره؟ أيوة. يعني لما ممكن تكون صيدليه فيها دواء ب 10,000 جنيه وبتصرف رواتب لصيادله حوالي 20. هنا ما محتاجين بقى تشريع قانون جديد بقى. مش تشريع قانون، هي الدوله يعني دي ثغره عند الدوله يعني. ايوه. هو المفروض يعاد حساب يعني احتياج السوق من الصيدله. طب وليه يعني ما يعادش حساب كمان الاهالي اللي هم كلهم عايزين ولادهم يبقوا دكاتره او صيادله او المهم كليه قمه؟ لا يعني هو بيحصل ايه؟ لو انت في طالب ثانويه عامه واهله عايزين يدخلوه صيدله، لو انت قلت له بلاش صيدله لان هيقول لك عشان انت صيدلي. يعني انت صيدلي خلاص بالفعل. فانت يعني بتقول كده بيبقى الشهاده بتاعتك بالنسبه له شهاده مجروحه، يعني هو بيعتبر ان انت بتقول له حاجه انت عملتها. ايوه. تقول له الظروف اختلفت، ما هو مش فاهم يعني. أيوه. هو بمعنى صح هو فكر اقتصادي برضه بس فكر خاطئ. يعني انك تفضل ماشي ورا السوق لحد ما السوق ينهار يعني. طب ده السبب اللي خلاك بقى مع بناتك ندى وساره ان انت تقول لا خليهم في الطب عشان كده خليهم يخشوا بعيد عن الصيدله؟ لانه ما زال في الطب بيؤدي الى تخصصات متعدده. ايوه. يعني يعني بتنقسم الكليه بعد كده، اللي عايز ياخد نساء ولاده ماشي، اللي ياخد مخ وعصب ماشي، قلب ماشي، في تخصصات كتيره. ايوه. قدامهم فرص كتيره مختلفه. اه. لكن في الصيدله غالبا غالبا يعني هي الصيدليات هي اكبر المجال فيها. صيدليات خاصه يعني. ايوه. طيب في طبعا مجالات تانية كتيره بس مش هنستوعب هذه الاعداد. ايوه. هنرجع تاني الحديث بقى مع البنات، بس اسمحوا لي نخرج لفاصل بدعوكم ليه وبدعو الساده المشاهدين ونرجع نستكمل حوارنا على طول. المغشوشه وان كانوا احكاموا الرقابه عليها في موضوع الاعلانات والكلام ده كله، ده كنا بنطالب بيه زمان، فده شيء ايجابي. اما بالنسبه لموضوع الاسعار العاليه بتاع الادويه والكلام ده كله، لازما الصيادله او نقابه الصيادله تلزم كل صيدليه بالاسعار اللي هي موجوده ونسبه الخصم، وتبقى مكتوبه وموجوده زيها زي سياسه الاستبدال في المحلات التجاريه. اصحاب المعاشات والناس الكبيره دي بتلاقي صعوبه في شراء الادويه حاليا، بمعنى مثلا اللي عنده القلب، السكر، الحاجات دي كلها ساعات ما بيلاقيش الدواء نفسه، ودي مشكله بتسبب له مشكله صحيه. كان في دواء مختفي بقى موجود، بس ارجو عمليه تخفيض الاسعار بالنسبه للبن الاطفال بالذات. نشكر الرقابه على الادويه والحكومه ان هي مسكت الناس اللي هم الغشاشين واللي هم مخالفين، والعلاج اللي هو ايه يعني غير صالح للايه للاستخدام الانسان. طبعا ما كانش الثقه كانت مفقوده تماما بالنسبه للادويه، اللي عايز يشتري علاج عشان يخف خايف يشتري احسن يا زيادة ما عيان. فطبعا الحمد لله ان قدروا يسيطروا على الموضوع ده وما يحصلش تاني. والله انا من وجهه نظري شايف ان لازم جهاز حمايه المستهلك كله دور جامد جدا، تمام، والاجهزه الرقابيه في الدوله، وغير كده احنا يعني مهملين المنتج المحلي ولازم نركز على المنتج المحلي.
اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه. اسمحوا لي ان انا اقدم لكم ساره، العضو اللي ما كانش معانا، عضو اخر في الاسره، البنت الثانيه للدكتور علي عبد السلام جمال. اهلا بيك يا ساره. اهلا بحضرتك. ساره اتاخرت عشان الزحمه تقريبا. ساره برضو طب زي ما قلت في البدايه، فالاسره كلها اختارت مجال الطب او الصيدله يعني. واللي انا بقوله كنت عشان تبقي معانا يعني في الحديث والحوار، ان انتوا اخترتوا مجال صعب ومجال هو، وانت مش هتكتفي بسنين الكليه، هو مجال معروف ان انت علشان تنجحي فيه، عشان تلاقي فرصه عمل فيه، يبقى بقى الدراسات العليا فيه اساسي، الماجستير والدكتوراه اساسي، فانت بتقعدي سنين طويله من حياتك بتذاكري. انت عادي مع الفكره دي؟ متماشيه معاها؟ متقبلاها؟ والله اولا هو غالبا لما حد بيختار مجال يعني بيكون شايف اكتر من نموذج قدامه ناجح. فانا مثلا عندي والدتي هي لسه مثلا في بدايه الاربعينات، ناجحه يعني ناجحه في مجال شغلها كطبيبه، وفي نفس الوقت احنا هو مثلا دلوقتي داخلين كليات، فده مثلا نموذج شجعني جدا وما حسسنيش مثلا ان هي ضيعت عمرها ولا حاجه. ثانيا دلوقتي مثلا المجالات الطبيه كلها طبعا يعني اي حد بيجيب غالبا مجموع في مصر في ثانويه عامه في مجال طبي بيفضل ان هو يدخله لو ما كانش هو حتى حبه كواجهه اجتماعيه يعني. ما ده اللي انا بقوله لك. طب انت مش حاسه انك هتبقي عدد مضاف وبس؟ كم من الناس اللي بتتخرج من طب او هندسه او لا لسبب يعني، هو ممكن يعني مثلا البيت مثلا عشان احنا كلنا مثلا متاثرين بنفس الفكره او عايزين نفس الحاجه، او احنا مثلا كلنا مثلا متاثرين بفكر مين هنا بقى؟ ماما وبابا صح؟ هما الاثنين دكاتره طب ولا ايه؟ هو الصراحه بابا وماما ما بيأثروش علينا في حوار الكليه يعني، هو كل واحد فينا بيختار اللي هو عايزه. بس انت غالبا لما بتلاقي قدامك شخص مثلا المجتمع مثلا حبه وحاسس ان هو بيأدي حتى في يعني حتى لو كان مثلا في محافظه صغيره في مكانه، هو قادر يدي خدمه كويسه للمجتمع، فبتحس حتى ان انت مثلا لو كنت حتى كماله عدد فانت في مجال تقدر تدي فيه للناس زي ما انت عايز. في رساله، في رساله، في خدمه فعلا ممكن تقدميها للناس، فيها جانب انساني بالظبط. حتى لو مثلا ما كنتش انجح دكتور في مصر، فانت على الاقل مثلا انت في عمارتك في الشارع اللي انت ساكن فيه، او في مثلا ما حد بيحصل له مشكله الجرس في كذا الحقونا مثلا في كذا، هي يعني ده فكر الناس. أيوة. يعني اول حد بيلجأوا له مثلا حتى لو في حاجه مثلا في الحياه العاديه دايما بيختاروا مثلا حد ايه واثقين في رايه. ايوه كل كليات كويسه. انت حبيتي تقومي بالدور ده بالظبط، او ما بصيتيش ليه انه واجهه اجتماعيه؟ بالعكس، او ان هو ممكن يبقى مجال ناجح ويبقى مكسب مادي بعد كده؟ لا، انت بصيتي له كمان من الناحيه الانسانيه، وعلى فكره مش ناس كتير. والله وارجع اشكرك تاني على التربيه دي. الله يخليك. لا والله واشهد لك مره تانية وثالثه. فجميل قوي كلامك يا ساره يعني، لانه بصدق ما شاء الله يعني. ربنا يبارك. احنا على فكره يعني انا بحس بعض الاسر او كتير من الاسر بتحسسني ان احنا بنحقق هدف برنامجنا، ان احنا نقول هي دي الاسر المصريه، هي ده المجتمع المصري. نعم. ودي ادوارهم يعني، احنا بنقول كل اسره بيبقى ليها دور في المجتمع فعلا، احنا مش بنقول كلام. احنا بنقول يا جماعه هم دول المجتمع، لان احيانا الدراما بتقدم نماذج ممكن تكون موجوده، مش بقول لا، بس مش هو ده كل المجتمع المصري. نعم. لكن هو ده المجتمع المصري اللي احنا بنقدمه هنا الحمد لله يعني. الحمد لله. فنرجع للصيدله، ومعلش مره ثانيه مشاكل الصيدله، وهبقى ارجع لساره. وعايزه اقول لك حاجه قلناها وانت مش موجوده يا ساره، ندى لما سالتها قلت لها مين اللي شجعك، مين اللي ساعدك اكتر حد، قالت لي ساره. ساره هي اكتر سند ليا وتشجيع، ف دي حاجه جميله ان انا لي علاقتي باختين برضو كده يعني. ارجع لمشاكل الصيدله، اقول لك ان عندنا ثقافة في المجتمع برضو المصري عايزين نتكلم فيها، وهي ان نادرا ما بنروح للطبيب المتخصص عشان اكشف عنده لو انا مثلا تعبانة من حاجة معينة. الو الصيدلي انا عندي كذا، واكيد ده بيواجهك، بتعمل ايه بقى؟ بتتجاوب ولا بتقول بتنصحهم ولا بتعمل طبيب بتفهم كل الامراض حسب يعني الشكوى؟ في طبعا ادوية مسموح بصرفها بدون وصفة طبية، اللي هي الأدوية البسيطة يعني، زي أدوية البرد، السخونية يعني، ارتفاع الحرارة، الإسهال، النزلات المعوية، الحاجات الخفيفة يعني. فممكن تقدر تصرف له بعض الحاجات اللي هي ما بتضرش لو الأمر بسيط يعني. لكن لو الأمر دخل في مجالات ما تقدرش تتدخل فيه، مريض قلب، مريض سكر، مريض ضغط، ساعتها طبعا لا، لازم توجهه صح. مريض كبد وعنده يعني لابد في تحاليل وأشعاعات وفحوصات، حتى الطبيب
ما بيكتبش الدواء الا بعد ما بياخد يعني مشوار طويل من يعني تحليل مساعده معاه مع اشعه مساعده. فالصيدله هيوصف دواء بدون كل الوسائل المساعده؟ لا، لكن يوصف الادويه اللي هي البسيطه. يعني الادويه البسيطه في حاجات بنسميها اوت بريسكريبشن دراج، يعني ادويه بدون وصفه طبيه. طيب والادويه بقى اللي بدون روشتة، لان دي برضو مشكله تانية، ان ما بقاش طلب روشتة، بقينا نصرف الصيدلي. لا، في ادويه مكتوبه هي معروفه ان هي ادويه بدون روشتة، حتى في امريكا تصرف. ايوه، يعني حتى في الدول المحترمه بتصرف. يعني ليه ادويه اللي هي ما بتلحقش ضرر بالحد، مش ادويه متخصصه، يعني مش لازم طبيب يكتبها. لكن في ادويه لازم طبيب يكتبها. ايه اكتر الاعراض والامراض المنتشره اللي بيطلب ادويتها كتيره جدا منك كصيدلي في مصر؟ يعني الصيدليات انا يعني في منطقه يعني شعبيه، يعني معظمها هي ادويه الاطفال اللي هي من ارتفاع درجات الحراره، يعني عموما يعني دي بانواعها بقى، من ادويه شرب وانواع لبوس مختلفه وكده، وادويه البرد دي اكتر حاجه. يعني دايما انتشار برضو التكييفات، اصبح الناس بتصاب نزلات البرد اكتر. ايوه، فدي بيحتاجوا ادويه البرد العامه وادويه ارتفاع الحراره بالنسبه للاطفال، والنزلات المعويه دول اللي اكتر حاجه. دول اكتر حاجه. طيب يعني كنا بنتكلم وكنت بتتكلم معايا على حزبه الصيدليه الناجحه من الناحيه الماديه، وان الشباب ما ياخدوش حلم انه يفتح صيدليه وحلم الثراء، لان مش بالسهوله دي، ليها حزبه. نعم، ولازم يبقى ارباح كتير علشان الفاقد كتير والمصروفات كتير. عايز اتكلم بقى هنا يعني يعني الدكتور علي البيزنس مان الصيدلي اللي عنده صيدليه عايز ينجحها، ودكتور علي الانسان، يعني احيانا ممكن تصرف ادويه لحد محتاج مثلا. نعم. طيب مش بتعمل لنفسك حد؟ انا عارف انك هتقول نعم ده اكيد، خصوصا انك في منطقه شعبيه، خصوصا ان انا شايفه التدين، لكن مش دي لازم يكون ليها حد برضه عشان ما تجيش على حساب المكتب؟ طبعا لازم لها حد، ما هو لازم لها حد. يعني انت لابد ان انت في النهايه انت بتشتغل تحت حسابات، يعني في حسابات، انت عارف حجم البيع عندك، حجم الارباح، فبتخصص جزء من الارباح للناس الغير قادره. يعني عادي لو في اللي هي صدقه وزكاه يعني تحت كل المسميات. ايوه، ممكن دواء مباشر، ممكن نخرج فلوس عادي لو واحد محتاج فلوس في حاجه اهم من الدواء، يعني كده. أيوة، يعني كل الحاجات بنعمل. وحقيقي ان انتوا احيانا بتتعرضوا لمخاطر. نعم، لازم الصيدلي بالذات بيتعرض لمخاطر. يعني الصيدلي لازم يكون هو اول خط بيتعامل مع المريض، فهو ممكن المريض يدخل عليك مباشر على طول، فطبعا ساعات هو مش مدرك، يعني ممكن ايه زي ما تقولي كده عايز يخلص من المشكله وخلاص، فيقول لك يعني اتفضل عيان حل المشكله بتاعته. ايوه. طب انت هتحلها ازاي؟ الطبيب ما بيحلهاش بدون وسائل مساعده. ايوه، يعني الطبيب ما بيقدرش يعالج مريض بدون اللي هو للتحليلات والاشعاعات والوسائل المساعده الاخرى، لحد ما يوصل ان هو يقدر يكتب له دواء مناسب. هو المريض ساعات فكره يقول لك بدون انت كل الدواء موجود قدامك، اذا انت تقدر تديني دواء مناسب على طول. ايوه، هو ده فكر المريض في مصر او في الاحياء الشعبيه، يعني هو معتقد بدون انت الدواء كله قدامك وانت مطلع عليه، يعني اذا انت ممكن تختصر الطريق وتدي له الدواء اللي ينفع في الحاله بتاعته. ايوه، فهو عايز منك حاجه اعلى من الطبيب كمان. عايزك تصرف له دواء بدون اشعاعات، بدون تحليل، بدون اي وسائل مساعده. ايوه، فطبعا ده مش هينفع، لان هو ده ايه، هي فكره خاطئه من الطبيب. مش معنى ان انا اعرف الدواء ان انا اعرف ادي لك حاجه تناسب حالتك. ايوه. طيب ارجع لساره. ساره، عندنا مشكله احيانا في الجامعات بتاعتنا، كمان لما تكون طب، فاحنا محتاجين الناحيه العمليه تبقى موجوده، المعامل تبقى موجوده، محتاجين امكانيات شويه، محتاجين الاعداد تقل عشان تستفيدي. تعاملي ازاي مع المشاكل دي؟ ولو في مشاكل تانية انا طبعا ما قلتهاش، انت من خلال تجربتك العمليه هتبقي لمساها اكتر. تمام. احنا طبعا حضرتك عارفه الجامعه عندنا لسه جديده، فهي ممكن تكون مشكله الاعداد مش كبيره، يعني اول دفعه 100 وشويه، ثاني دفعه لسه جديده وجامعه جميله، يعني هي الدفعه طبعا بتكبر، يعني حاجه يعني ممكن تزيد الضعف في سنه واحده. أيوة، يعني العدد بعد كده هيوصل عادي زي مثلا هنا القصر العيني او المنصوره او اسكندريه او كده. بس طبعا المشكله اللي بتواجه اي جامعه جديده، يعني الستاف ما بيبقاش كامل، بيبقى عدد صغير جدا. احنا في سنه اولى وثانيه بناخد نفس المواد، فبيدينا نفس الدكاتره، فبيبقى العدد قليل.
لان لسه يعني لسه مفيش دفعه اتخرجت تتعين معيدين او يبقى استاف جامعه يعني او كده. فمثلا بننتدب مثلا من منصوره او من طنطا من القصر العيني، فبقى العدد مش كافي يعني لكل الطلبه. انتوا مشاكل كليه الطب مش عندكم لسه طبعا؟ لا، جامعه وليده، جامعه بكر، نعم. لسه امكانياتها طيب، بس مهتمين بيها في الامكانيات نفس الاهتمام فرع رئيسي؟ مهتمين بس طبعا الامكانيات مش زي العدد، يعني الامكانيات مناسبه للعدد اللي موجود بل ممكن تكون اقل كمان، لان لسه الجامعه لسه زي ما الدكاتره بتنتدب الامكانيات بتنتدب يعني. ما بيقدروش مثلا يعني يجهزوا الكليه كامله، لان طبعا السنين كتيره وكل سنه ليها موادها ومعاملها. فهي الجامعه جديده وحلوه جدا، بس مشكلتها ان الامكانيات لسه مش متوفره كلها. طب وجامعه زي دي مش لازم الجانب العملي التطبيقي يبقى مهم جدا فيها ولازم يبقى فيه تجارب ما يبقاش كله نظري؟ هيفتح السنه الشهر ده ان شاء الله. هو لسه ما وصلوش، لسه فيها ثلاث دفعات بس. لسه دفعه اول دفعه فيها داخله سنه رابعه. ايوه يعني المفروض ان العملي بتاعنا طبعا في المعامل و ما في ده ما فيهوش مشكله في الكليه يعني. الامكانيات مش موجوده بس المعامل موجوده، يعني الامكانيات مش كامله. يعني بنقدر مثلا ندخل لو مثلا انا هعمل النهارده مثلا التجربه مش بيرفكت قوي بس هعملها. يعني مشكله في الجوده يعني. ان انا مثلا مستشفى الجامعه تفتح المفروض الشهر خلال الشهرين الجايين يعني، وتبدا من اول دفعه سنه رابعه بيبدا ياخدوا كلينيكال تخصصات بقى رماد انف واذن، بيبداوا يتدربوا في المستشفى. ايوه لسه بقى المستشفى هتفتح يعني، المفروض المستشفى مستشفى جامعه بقى يعني مستشفى ولسه جديده. مستشفى حلوه جدا. طيب يمنى، انت ما عندكيش المشاكل دي في الجامعه الخاصه اللي انت فيها صح؟ لا طبعا يعني عدد قليله ومناسبه يعني بنقدر ان احنا نشتغل بشكل كويس يعني. أيوة. وموفر لنا دكاتره كتير وعددنا قليله وكده، فما فيش لسه. لا. لسه هنا التعليم الخاص برضو ما نقدرش نقول برضو مميز عن التعليم العام، لان معروف عن الطب والهندسه وان فيها اساتذه برضو فطاحل. أيوة. يعني فما نقدرش نقول دي ليه عيوبه وده ليه مميزاته. طيب ندى، يعني نقول حلم ندى الدكتوره بقى انها تتخصص في ايه وتعمل ايه في المستقبل؟ كان حصل معايا موقف قبل ما ادخل ثانويه عامه. يوم خميس المفروض ان انا هبدا ثانويه عامه دروس يوم السبت، كنت بقرا روايه، فبعدين حسيت هي الروايه كانت بتتكلم عن الادمان ومشاكله وازاي بيتعالج. حسيت لحظه اللي هو المجال ده هيبقى مهم في مصر، اللي هو في شباب كتير ممكن يتعرضوا ان هم يجربوا حاجه، فهم ممكن يكونوا كويسين من جواهم بس هم ظروفهم جت كده، يكونوا اغنياء شويه، متعه يعني الشباب ممكن يكون هما دول غنى وفساد ودلع زياده، ممكن يكون مشاكل زياده. فهو الناس دي مثلا ليه احنا مثلا ما فكرش ان احنا نعالجهم ونستفيد منهم، بدل ما هما فعلا دمروا المجتمع. اللي هو المخدرات عامه دمرت الدنيا، اللي هو اي مشكله دلوقتي اي جريمه قتل تلاقي دايما اللي كان قاتل ده حجته الوحيده انه كان شارب او كان واخد حاجه مش في وعيه. ممكن لو كان في وعيه ما كانش عمل كده. فاحنا ليه يعني انا فكرت، بس هنا انت بتتكلمي على العامل النفسي كمان، علاجه النفسي اهم. أنا او يعني انا كان حلمي اصلا طول الثانويه ان انا ادخل طب، اذاكر يعني احاول ادخل نفسيه وعصبيه. بعد كده بقى المجال مش عارفه هو ممكن يكون صعب على بنت شويه، بس انا حباه يعني، قريت فيه وعرفته، حسيت ان هو هيبقى خدمه اكتر. اللي هو الناس دي المفروض نطلع منهم على الاقل كويس نستفيد منه، اللي هو مش كلهم وحشين، بس هو ممكن يكون جات معاه غلطه ومعرفش يرجع تاني. فاحنا لو رجعناه هنستفيد منه وهيفيد المجتمع. أيوة. يعني احنا حتى لو انقذنا واحد بس بقى كويس، احنا مستفيدين. هيشتغل وهينتج. انما هم دلوقتي قاعدين اللي هو خلاص، هم المجتمع كله بيبصوا على انهم وحشين، حتى لو راح يتعالج عند دكتور بيتعامل كانه مجرم مش مريض. أيوة. فاحنا لو وفرنا لهم ان احنا لا احنا هنهتم بيكم بس انتوا تنفعونا بعد كده، لو حاسس ان هم حد مهتم بيهم ممكن نطلع منهم ناس اكيد كويس. ايوه واضح ان اتجاه البنات يعني حتى دلوقتي ندى وهي بتتكلم وساره، انا اخدم ازاي غيري، الناحيه الانسانيه، خدمه المجتمع، ادي ايه للبلد، وده قليل برضو. ده مش يعني الفكر ده مش موجود عند كتير من شبابنا. ممكن يكون عنده الوقت والصحه لسه وعنده كل الامكانيات وما بيفكرش التفكير ده للاسف. فبرضو نقول ده بيبقى قدوة، ده بيبقى من البيت، ده بيبقى تربية. ونقول الدافع الديني بالمعنى الصح، يعني ان هم يبقوا عارفين دينهم بالمعنى الصح اللي هو التطبيق، الناحية المعاملة والتطبيق. ولا انا بتكلم غلط؟ لا حضرتك بتكلمي صح. هو الانسان لازم يكون ليه واقفة مع نفسه، يعني
ولو كل يوم 10 دقايق او 5 دقايق، او انا بعمل ايه، او انا رايح فين، او انا جاي منين، يعني لازم يعني لازم يفكر، يعني ما مش هيعيش من غير تفكير. لازم الانسان يفكر، يعني لازم يبحث لنفسه عن دور يقوم بيه، يعني ايه اللي ممكن، يعني زي ما انا احنا كلنا بنستفيد من المجتمع، ازاي بقى نفيده، يعني احنا كلنا مستفيدين. بيوقف اكيد الصف اللي هو بيخسر فيه. ايوه، لكن الادويه كتير موجوده، يعني ما نقولش برضو الناقص بيبقى في حدود 5%، يعني معظم الادويه موجوده، لكن في نواقص بسيطه موجوده، يعني مش طبعا المريض بيتشبث بيها بقى، لما يبقى الصف مش موجود يتشبث بيه يقول لك عايز ده، مع انه ممكن ليه بدائل كتيره موجوده. هي دي برضو فكره، يعني دي احد المشاكل اللي موجوده في الصيدليات، ان انا ماليش دور، يعني بصراحه الصيدلي مظلوم، قلت انا من الاول. ايوه، هو ما يقدرش يصرف دواء تاني بسهوله، المريض ما بيقبلش. ها؟ والطبيب ما بيقبلش. فدي بتنتج المشكله، مع ان ممكن يكون في بديل زيه وافضل منه وسعر ارخص. يعني فاهم الفكره ازاي؟ ايوه. لكن في دعايه طبعا بتبقى على اطباء مباشره من شركات الادويه، بتبقى عليهم هم مش علينا احنا. فبالتالي هو بقى بيتمسك بموقفه. أيوة. يعني هي دي الفكره، لكن هو لو تعاون مع صيدلي هيوصل لنتيجه احسن وسعر احسن. ساره وندى اختاروا الطريق الاصعب، وده اخر سؤال ارجع له تاني، مع ان كان عندكم الطريق السهل، يعني الصيدليه موجوده مستنياكم وندخل نقعد مع بابا ومش ونروح براحتنا ونصحى براحتنا ونشتغل براحتنا وهنكسب، ممكن نفتح صيدليه تانية فرع تاني في مكان تاني، اخترتوا الطريق الاصعب. فنقول ده برضو عشان ما خليكيش تكرري نفس الاجابه، يعني لو هو فعلا استكمالا للنظرة الإنسانية اللي انت بصاها للطب، ولا بسبب تاني؟ والله هو ممكن يكون في سبب تاني. اولا الصيدلية يعني ربنا يدي بها طول العمر، يعني هي موجودة كل سنة بيدخل مثلا في مصر حوالي 18,000 طالب صيدلة. احنا مثلا ممكن ما يكونش فيه ولا مكان في المدينة اللي احنا فيها لصيدلية جديدة، فمثلا شوفي دفعة صيدلة مثلا عندنا ممكن توصل ل1000 طالب، هل دول كلهم هيتخرجوا وهيشتغلوا في صيدليات؟ ده طبعا مستحيل. ثانيا يعني من وجهه النظر العمليه، انا مثلا لو هدخل طب اي نعم انا هطلع طبيبه، بس قدامي مثلا عدد كبير جدا جدا من التخصصات، ممكن مثلا اختار تخصص مش موجود في المدينه واقدر اتميز فيه بسهوله جدا، يعني هيبقى قدامي كذا فرصه للاختيار. غير طبعا ان سوق الصيدله مش بيتجدد، يعني ممكن الصيدلي مثلا يموت والصيدليه تفضل مفتوحه، يعني بتفضل شغاله، بيلاقوا بقى مدير بتفضل شغاله مده طويله جدا، ممكن ما تقفلش مثلا صيدليات مثلا تاسست من 1950 مش عارف كده. انما الطبيب اول ما يعني خلاص مثلا متوفى العياده بتتقفل، السوق بيتجدد باستمرار بالرغم من ان العدد اقل والتخصصات اكتر. ايوه. بتحسي ان ما فيهاش كمان ابداع، يعني ما فيهاش فكر جديد، ما فيهاش، انت حياه روتينيه، يعني انت تبقي بتنزلي كل يوم تروحي الا لو بقى في شركات بقى تانية، يعني ممكن لو مصانع الدواء اسمع رايك. اه يعني ممكن مصانع، يعني لو هي تشتغل بقى في مصنع بينتج، انما لو هي طول ما هي واقفه في الصيدليه مش هيبقى في جديد، انت بس واقفه بتطلعي دواء، لان هو اصلا احنا بنتعامل مع الصيدليه غلط، المفروض الصيدليه اللي بيحدد نوع الماده الفعاله اللي هتشتغل مع المرض اللي عندك مش الطبيب. دايما هما بيتمسكوا بقى. ايوه دي رايهم كمان بقى. هي انا اشتغلت في صيدليه بابايا سنه، كان أيوة. دايما كل اللي يجي هو ماسك نوع الدواء ده الطبيب قايل له عليه، فهو في طبيب صيدلي بيقول له في ماده فعاله، نفس الماده الفعاله بس باسم شركه ثانيه. ايوه. مفيش، هو عايز دي انا عايز دي حتى لو دي مش موجوده. فهو ده بقى المفروض الغلطه اللي موجوده، اللي هو مش دايما الدواء اللي بيكتبه الطبيب هي دي بس اللي ينفع، في مواد فعاله نفس الماده الفعاله هتشتغل معاك وتجيب نفس النتيجه، بس هو مش كده متمسكه فعلا زي ما بابا قال في الاسم ده، هو عايز الاسم ده بس. أيوة. هو يعني ممكن يكون مش مدرك حجم اللي هو في ماده فعاله. لا انت بقى يومنا لوحدك علشان اللي انا بتكلم مثلا على المريض مثلا لما بيروح الصيدليه متمسك اللي هو الدكتور اللي كاتبه هو اللي اخده، يعني بديل؟ لا مفيش بديل. في يعني في اي بلد بتحترم نفسها مثلا بيتعاملوا مع الصيدلي ده، يكون مثلا عنده الهيستوري بتاعه المريض، بيكون بيحضر مثلا حاجات معينه في الصيدليه كمان معامل صغيره وكده، مش بس الحاجات اللي في الصيدليه بس اللي بتتصرف، والطبيب مثلا يقول بس التشخيص بتاعه ده ممكن ياخد حاجه انالجيسك مثلا عنده كذا عنده كذا، الصيدلي بقى هو اللي يتعامل، هو اللي يطلع له الدواء، هو اللي بيبقى عارف ان الدواء ده بيعمل مضاعفات ايه مع مرض تاني، مع بيعمل مشكله، المفروض هو مريض سكر مريض ضغط مريض كذا المفروض ما ياخدش ده مع ده، انما ده طبعا يعني في المجتمع بتاعنا
مش موجود ده طبعا تماما. فيعني نفسنا يعني دخلنا الصيدله عشان نفسنا نحسن وضع الصيدله ان شاء الله. انا بشكرك يا يمنى، بشكر طبعا في البدايه رب الاسره وعائل الاسره الدكتور علي عبد السلام الجمال، شكرا ليك. بشكر ساره وندى، شكرا ليكم واستمتعنا بالحوار معاكم وتعرفنا على دوركم زي ما بنقول في البدايه، وفعلا كل واحد فيكم ليه دور مهم جدا بيديه للمجتمع. بشكركم وبشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله وحلقه جديده من بيت العيله.